الامير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس اداره نادي الهلال. مساء الخير سمو الامير. مساء الخير اخوي تركي، تحياتي لضيفيك الكريمين الاخ محمد وابو يزيد. سمو الامير، في التغريده اللي قدمتها بالامس تركت ردود فعل كبيره جدا. سالت ابو يزيد اذا كان يرى في هذه التغريده انه تقصد انت التعمد، ذكر انت لا تقصد، انه الحكم لم يكن شجاعا بما فيه الكفايه لاخذ قرار مثل هذا في نهايه المباراه. محمد الغامدي راى انه لا، انه التغريده واضحه جدا انك انت تتهم الحكام او الحكم بتعمد عدم احتساب ضربه جزاء للنصر. اخوي تركي، بس انا بوضح على شيء، يعني تفسير الاخ ابو يزيد يمكن بحكم انه يعني قريب مني، ولكن هو ايضا تفسير لكلامي، وتفسير الاخ محمد ايضا هو تفسير لكلامي. بما اني انا صاحب الكلام، اعتقد انه لا ينبغي ان يفسر وفق ما يفهم الشخص، ينبغي ان يفسر وفق ما انا اعني. ما اعني هو بالتالي، يعني بالضبط هو الاتي: انا لو اردت ان اشكك في ذمه الحكم، استطيع اني انا اقول بصراحه انه الحكم تعمد الا يحتسب، يعني عندي الشجاعه لو رايت انه الحكم متعمد انه هو يخلي النصر يفوز، اقدر اقول كذا. يعني في نهايه الامر هي حدها عقوبه انضباطيه، يعني لانه اللي حصل، انا اللي اقصد الحين دائما نسمع كلمه انه الاخطاء الحكام جزء من اللعبه، وانه الفرق جميعها مستفيده ومتضرره من التحكيم. بس انا قبل هذا كله ابغى اوضح حاجه اخوي تركي، قلتها وكررتها كثيرا هذا الموسم. انا كل ما سئلت عن النصر اشيد فيه واقول انه هو قدم مستويات متميزه وقدم فريق متميز، وقلت انه يستحق الصداره، يعني قلتها اكثر من مره. لاول مره اتكلم عن التحكيم لانه المساله زادت عن الحد، اصبح في اكثر من مباراه وراء بعض، ومش انا اللي اتكلم، حتى فرق اخرى يعني تتكلم عن التحكيم، وعلشان كذا احنا طلبنا بزياده حد عدد الحكام الاجانب. ليش؟ انا اقول الحكم السعودي تحديدا حكم مباراه النصر والعروبه، الخطا اللي حصل هذا، يعني مثلا الهلال مثلا قيل انه هدف الرائد اللي سجلناه امام الرائد، قيل انه بعض مثلا الاستاذ محمد فوده قال انه هدف غير صحيح لانه كاستيلو دفع الجبرين، بينما بالمقابل عبد الرحمن الزيد قال انه الهدف صحيح. في امور احيانا، يعني مثلا بلاش اقول عن هدف على الهلال، هدف النصر في الرائد الثالث اللي هو المدافع هو اللي دخل الكوره، في ناس قالوا انه اوفسايد لانه اللاعب المهاجم متداخل مع السهلاوي او الحوسني، ماني متاكد، متداخل مع المدافع، وفي ناس قالوا لا، بما انه المدافع هو اللي جاب الهدف صحيح. فبالتالي الاشياء اللي فيها خلاف لما تسال 5 اشخاص، 3 يقولون لك هدف، 2 يقول لك مو هدف، لما يكون في خلاف يكون الحكم جزء، يعني هذا جزء من اللعبه خطا. ولكن مباراه البلنتي، يعني الاخ محمد يقول انه حكايه ظافر ابو زنده هي اللي يعني اشهر لقطه تاريخ، واكد لك انه هذه ستكون اللقطه حقت الاخ الهويش، ستكون اشهر لقطه على مدى 50 سنة قادم، لانه ما يمكن باي حال من الاحوال يكون لقطه بهالوضوح. وشوف زاويه الحكم في الاعاده، شوف الحكم وين واقف، لا يمكن باي حال من الاحوال انه يكون ما شافها، خصوصا انه لا في دفع للسهلاوي زي ما قيل، لا في كوع زي ما اشر الحكم، في شد من اللاعب اردف الشد بضربة كرة طائرة. انا قاعد اقول اللي اقوله، انا تفسيري للموضوع بوضوح انه الحكم السعودي نتيجة الضغوطات ونتيجة التنافس الشديد بين النصر والهلال هذه السنة هو تحت الضغط، ولانه تحت الضغط لم يجرؤ انه يحتسب بلنتي صحيح واضح وضوح الشمس في رابعة النهار في الوقت الضايع. وربما أقول لك ربما يمكن لو كان الهلال في نفس الوضع ربما يمكن يسوي نفس الشيء، ولكن أنا اللي أقوله عشان نحسم الموضوع هذا، هذا ما عانيته. الناس تقول الآن أنه النصر السنة هذه، يعني حتى طلعوا تصريح على لسان المهنة أنه قال النصر أكثر الفرق تضررا من التحكيم، والأستاذ المهنة نفى الموضوع أنه هو قاله. أنا أدعو الآن أحد محايد يجيب 3 محللين، أن إحنا شخصيا في المركز الإعلامي اقترح أبو يزيد أن إحنا نجيب الكابتن فودة والكابتن وعبد الرحمن الزيد بالأشياء اللي حللوها مسبقا، نشوف من أول الدوري إلى الآن الأخطاء اللي للنصر استفاد منها، واللي الهلال استفاد منها، واللي النصر تضرر منها، واللي النصر استفاد منها، ونطرح الأمر هذا للناس نشوف هل هذه أثرت على ترتيب الدوري. تقبلون سمو الأمير أنه إحنا نختار 3 ولا أنتم تقترحوا 3؟ احنا يعني مثلا انا اقترح مثلا
احنا كنا مقترح، انا الصراحه هذا الاقتراح من ابو يزيد بالصدق، انا اقترح انكم انتم تختاروا تخلوا النصر يختار محلل واحنا نختار محلل وانتم تختارون محلل محايد. من طب يرضيكم انه لو كان من خارج السعوديه مثلا اللي هو هذا المحايد الثالث؟ يرضينا، لاني انا ابغى نحسم الجدل هذا عموما علشان نحسم الجدل. حديثكم هذا سمو الامير اسمح لي بس حديثكم عن هذا الموسم، تقصدون هذا الموسم؟ هذا الموسم بالتاكيد. طيب. انا ما ابغى احنا في كوره ما عندنا اي مانع، احنا مستعدين نعطي مساحه لمثل هذا الحديث لمحللين تحكيميين ومعهم واحد لانه في نهايه الامر هي يعني انا بس تحديدا ارجع لموضوع التغريده تركي. تحديدا الخطأ هذا حق الأخ الهويش لا يمكن بأي حال من الأحوال، يعني لو تقنعني من هنا إلين بعد بكرة أن الحكم ما شاف، شوف الإعادة كيف الحكم وين كان واقف، وبعدين أشر بالكوع يأشر أنه في ضربة كوع، دور ضربة الكوع هذه في يعني في الملعب كله ما لقيتها. عموما أنا أقول ببساطة شديدة، وهذا السبب اللي خلينا ندعو الحكام أجانب، أنه حدة التنافس هذه بين الهلال والنصر تخلي الحكام تحت ضغوط ما يقدرون يحسبون أشياء حقيقية في وقت مصيري. طيب هذا الشيء الأمير فيما يخص الحديث اللي تم تداوله بأنه الأمير عبد الرحمن بن مساعد يتدخل في شؤون نادي النصر، أبو يزيد يقول أنه بحكم المنافسة أنا ممكن أكون متضرر من حقي أعلق، محمد يقول لا أنه مش من حقي أعلق. شو ما من حقي يا جماعة الخير؟ الحين أنا قاعد أنافس النصر على الدوري ولا أنافس الاتحاد؟ النصر هو منافسي على الدوري، أنا زي ما تعثرت وفقد مني نقاط أحيانا بأخطاء أراها تحكيمية، من حقي أنا لما النصر يتعادل أو يعني يفوز وفي خطأ تحكيمي فادح كان ممكن ينتج عنه ضربة جزاء في الدقيقة 93 لو سجلت، كان الفرق بينه وبين النصر الحين 4 نقط، أنا متضرر أكيد، كيف ما أتدخل؟ الكلام هذا والله لو كان أنا قاعد أتكلم عن تدخلت في شأن العين الأماراتي يلعب في دوري الأمارات، واحد منافسي في الدوري النصر، منافسي الوحيد في الدوري، محصورة المنافسة بين الهلال والنصر، كيف ما أتدخل لما أشوف في أخطاء تحكيمية فادحة؟ زي ما هم من حقهم يتدخلوا لو رأوا انه فين الهلال اخطاء تحكيمية فادحة تساعده، هذا حق مشروع هو المنافس لي، لازم اتدخل. عموما تركي انا عندي كلمة اخيرة، انا ارجو من الاتحاد السعودي لكرة القدم فيما تبقى من مباريات الدوري انه يكون في حكام اجانب لجميع المباريات الباقية تحديدا للفريقين المتنافسين الهلال والنصر، وعلشان نرفع الحرج احنا شخصيا في الاداره مستعدين لتحمل كافه نفقات 12 مباراه هذه، لانه المساله ما هي محتاجه، ثبت بما لا يدع مجال للشك انه بعض الحكام السعوديين تحت الضغط يخافون يتصرفون، سواء على الهلال سواء خصوصا السنه هذه تركي الوضع استثنائي، التنافس بين الهلال والنصر فقط قبل 7 جولات من الدوري. اما حكايه ان انا اشكك في ذمه الحكم، انا ما اشوفها تشكيك في ذمه الحكم، انا اؤكد انه الحكم خشية انه يحتسب اللقطة هذه خشية من الضغوط، ربما من كثر خوفه من ردة الفعل خلاه يقول انه انا ماني متأكد 100%، لا والله وش لك وش للغفل، وعلشان كده احنا نطالب بحكام اجانب ببساطة، هذه المسألة. طيب انتم ملتزمين في موضوع السي دي وموضوع الحكم اللي تقترحونه او المحلل التحكيمي للراي العام من خلال برنامج كوره؟ بالضبط ملتزمين، يعني عشان نشوف الهلال مثلا كم تحصل على نقطه ما يستحقها والنصر كم تحصل على نقطه ما يستحقها، بس هذا غير. طيب الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، شكرا جزيلا لك، راح نشوف إذا في للنصراويين أي رد عندهم على هذا الموضوع اللي هو فيما يخص أنه الهلال يرشح محلل تحكيمي والنصر يرشح محلل تحكيمي، واحنا ببرنامج كوره نختار محلل تحكيمي راح نختاره من خارج المملكه ونقدم الرصدين ونشوف ايش وجهه النظر، بس ننتظر تعليق النصراويين اذا حابين يعلقون على الموضوع او يبلغونا موافقتهم على الموضوع ولا عدمها. ابو يزيد إيه؟ نعم. تعليق اخير انت محمد عشان بروح الفاصل. اوكي، يعني شوف انا لازلت اقول لك انه الخطا اللي حصل هذا لا يمكن تبريره باي حال من الاحوال، زي ما قال الامير عبد الرحمن انه الى 50 سنة قادمة سيكون هو الخطأ الأبرز والأغرب في عدم احتسابه مهما كانت المبررات. بالنسبة للأخطاء التحكيمية احنا في السي دي هذا حنثبت اللي علينا، ما حندافع، يعني محمد يمكن يعتقد اني انا دافع، احنا ما ندافع، احنا نقول هذا انت تقولون هذه خطأ، طيب نجيبها خطأ، ما عندنا مشكلة. بالنسبة ليد النزهان وما ادري من هذه اعتقد انه عندنا عندك خير، يعني النصر حسين هادي مسجل باليد والحكم عمر المهنا، السويل وشطب الحكم وشطبت هدف خميس العويران، عيون خميس العويران ألغت هدف للهلال في مرمى النصر،
فهذه اخطاء احنا طيب. ما نقولنا ما عندنا اخطاء، احنا نقول في اخطاء على الجميع، لكن اقتصارها على الهلال فقط طيب. واظهار ان الموضوع انه كانه الهلال هذا كلام غير صحيح. وضحت الصوره. اخر تعليق محمد. يعني الامير عبد الرحمن بن مساعد تحدث في بعض مواضيع وانا ودي ارد على هالجواب بشكل سريع عشان برد مواضيع ثانيه. يعني تركي انا اذا جاء موضوع هنا صار بشكل سريع يعني انا اتمنى يعني تعطيني وقت ولا ايش تبغى تلمح يعني انا مثلا مع ابو يزيد لا 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 لا, لا انا ما يصير حظي قد يكون سيء لا 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 مو حظك لا لا حظك جدا سعيد انت موجود معنا اليوم انا قلت له خذ وقتك وبسرعه وعشان عندي فاصل وتعليق اخير للجميع وحين قاعد اذكرك فقط انا ذكرت نقاط ذكرها الامير لا بد اشاره لها ما يخالف انا قاعد اذكرك يعني موضوع الان اذكرك انه في فاصل طيب سريعا تحدث عن الحكام وطالب بعبد الرحمن الزيد ومحمد فوده وأنا أعتقد أن محمد فوده وعبد الرحمن الزيد أصبح في إجماع كبير على أن آرائهم فيها الكثير من اللغط وإذا كان يرى الأمير عبد الرحمن الزيد يفترض أن يكون ضمن اللجنة أنا أقترح أيضا مطرف القحطاني يكون ضمن اللجنة حتى تتساوى الكفتين إذا رأى الجانب تحدث أنه لو إلى لمدة 50 عام كان الحكم يرى الخطأ لدلهوم بشكل واضح وقريب منه أنا أعتقد عبد الرحمن العمري في مباراة الاتحاد والهلال ضربة الجزاء اللي ارتكبت بحق عبد الرحمن الغامدي أمام الشهران ياسر كانت على بعد مترين أو ثلاثة من عبد الرحمن العمري ومع ذلك لم أضف إلى ذلك أخطاء فادحة أنا أتكلم عن الأمير عبد الرحمن بن مساعد إذا كان في أخطاء لمصلحة النصر فهناك أخطاء لا شك للهلال إذا كان لم نؤمن بأن الكرة أخطاء فهذه مصيبة بصراحة وسنبقى نمارس هذا الدور دائما نقطة أخيرة تحدث الأمير عن السيدي وأنا لازلت أنصح الهلاليين بأن لا يمارسوا هذا الدور لأنه ليست الكفة في صالحهم قلت رأيك كامل؟ شكرا لك في خاطرك شيء؟ ممكن مع الوقت نتدارك نرجع نكمل الحديث في الخطوة الأخيرة قبل نهائي كأس ولي العهد النصر والهلال يغلقان ملف التنافس دوريا بالفتح والتعاون وحسابات الذهب في أذهان قطبي الرياض